السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب. فيديو النهاردة بإذن الله كفيل ان هو يغير حياتك بالكامل، بس في البداية محتاج دعائكم جدا، لان انا يعني في امر انا بعمل عليه من فترة والحمد لله قرب ان هو ينتهي، والامر ده يعني انا باذن الله متبشر ومتعشم في الله خير ان انا حياتي هتنقلب كلها خالص، يعني باذن الله هنتقل لمرحله جديده خالص في حياتي، والامر ده عايزكم تدعوا لي فيه قوي. عشان كده حتى انا شكلي متغير بقالي كام يوم لان الموضوع بيحتاج تعب، فاتمنى ان انتوا تدعوا لي. في فيديو النهارده ان شاء الله انا هكلمكم على فايده عظيمه جدا 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 للانتصار على الاعداء والانتصار على اي شخص ظلمك او اي مشكله مهما كانت. كتير من الناس بيبعتوا لي يقولوا لي يا عبد الله فلان ظلمني، في شخص ما ظلمني، الشخص ده مثلا تكلم في حقي بالسوء، الشخص ده مثلا وقع عليا بظلم خد مني الورث بتاعي، الشخص ده مثلا اذاني في اكل عيشي، اذاني في كذا. وللاسف يا جماعه واللي الظالم ما يعرفوش ان الظلم الظلم مجرم في الاسلام ومحرم فوق ما يتخيل. يعني الظلم ده عايز اقول لك ان انت لو عملت ممكن ذنب اي ذنب ممكن تخطفها، لكن الظلم ده بالذات، الظلم ده بالذات اللي بيفضل ملازمك في الدنيا وفي الآخرة. واللي بيظلم يعرف ان هيجي يوم وهيتظلم، وما فيش ظالم بيعيش بأمان. اللي بيظلم شخص بعينه، يعني اوعى مثلا تشوف شخص هو اضعف منك وتظلمه، سواء انت رئيس في العمل او قائد مثلا في عمل ما، او مثلا في شخص انت اقوى منه، لان الظلم وحش جدا. فبالتالي النهاردة ان شاء الله انا جايب لك فايدة عظيمة جدا ومجربة للانتصار على الظالم والانتقام من الظالم. طبعا باذن الله في هذه الفائدة انت اللي هتعمله ان انت هتوكل، يعني هتقوم بتوكيل الله عز وجل، هتوكل الله عز وجل عنك في ان هو يأخذ لك حقك. وشوف بعدها باذن الله لو كان شخص اقوى منك بمراحل هتنتصر عليه، لو تكلم في حقك بالسوء الحقيقه هتبان، وهيبان ان هو اللي تكلم بالسوء. لو واخد منك ورث حقك هيرجع لك ان شاء الله. مهما كان اقوى مني يا عبد الله، مهما كان اقوى منك باذن الله تنتصر عليه، لان الفايده دي باذن الله مجربه وهي بتستخدم للانتصار على الظالم مهما كان اقوى منك، بس في شرطين. الشرط الاول ان انت تعمل الفايده دي يبقى انت الشخص اللي مظلوم. تاني حاجه يبقى الشخص ظلمك لنفسك، يعني ظلمك كشخص، هو يعرفك شخصيا وظلمك عشان هو يعرفك شخصيا. يعني ايه؟ يعني مثلا ما تروحش لحد ظالم بس هو ما ظلمكش، بس انت بتقول عليه ظالم بس هو ما ظلمكش ولا جه جنبك، وتعمل فيه الفايده، لان الله اعلم بالنوايا. انت ممكن يكون ده مشهور بين الناس كلها ان هو ظالم، بس هو في الحقيقه ما يبقاش ظالم، لان الظلم يا جماعه نسبي بيختلف من شخص لشخص. فعشان ما تظلمش حد لازم الشخص يبقى هو واقع عليك انت شخصيا بظلم، انت حاسس بالظلم اللي وقعوا عليك، يبقى عارفك انت واقع عليك ايه بظلم. فكل اللي بتعمله ايه بالظبط او بتطبقه ايه؟ كل اللي بطلبه منك ان انت بتيجي في جوف الليل في اي يوم من الايام يا عبد الله، او في اي يوم من الايام يجوز، بتجلس في جوف الليل وبتبقى متوجه للقبله. اول حاجه بتعملها ان شاء الله وانت متوجه للقبله هي باذن الله ان انت هتقول حسبي الله ونعم الوكيل 100 مره. تاني هتقول حسبي الله ونعم الوكيل 100 مره. بعد ما هتقول حسبي الله ونعم الوكيل 100 مره هنيجي للخطوه التانيه، وهي ان انت هتقول لا حول ولا قوه الا بالله 100 مره ايضا. بعد كده يا جماعه بنيجي للخطوه الثالثه في الفائده، وهي ان انت هتقول سوره الفيل او هتقرا سوره الفيل 41 مره. بعد ما تقرا سوره الفيل 41 مره محتاجك تقرا الدعاء ده 7 مرات. طيب ايه الدعاء اللي انا هقوله يا عبد الله 7 مرات؟ الدعاء اللي انت هتقوله 7 مرات هو: اللهم ادعوك باسمك الاعظم يا حي يا قيوم ان تنصرني على من ظلمني وان ترد لي حقي. ده الدعاء اللي انت هتقوله 7 مرات. طبعا تفاصيل الفايده كلها انا كاتبها في صندوق الوصف. فبس كده يكون الفيديو خلص، اتمنى تكونوا استفدتوا منه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.